زمان في كل مدن القنال، مش بس في مدن القنال، في كل محافظات مصر كانت كل المؤشرات بتقول إن في حالة من حالات الإحباط واليأس والانكسار عند كل المصريين. أرضنا الغالية في سيناء كانت محتلة، الحزن والألم مالي قلوبنا. الحقيقة وضعنا كان صعب، أهل مدن القناة كان معظمهم مهجرين، في كل بيت من بيوتهم كان في جندي. الجندي ده مشروع شهيد. الليل كان طويل، ما كناش بنسمع فيه غير حاجتين: صوت الرصاص والريح. بيوتنا بيوتنا ما كانش فيها خير، قلوبنا عمرانا بالخير، وعمرنا عمرنا ما فقدنا الأمل. الأمل عشنا بيه، وما كانش قدامنا غير إننا نتحمل ونصبر عشان نرجع أرضنا ونلم شملنا. وحدتنا ما كانتش اختيار، لا دي كانت مسار، مسار عشان نحقق نصرنا. النصر جه بالإرادة، بالتحدي، بالصبر، بصمود الأبطال. هو كان ممكن، كان ممكن إن احنا نفضل واقفين ساكتين ونقبل الهزيمة. شعب مصر وجيش مصر العريق ما يقبلش الهزيمة ولا يرضى باليأس طريق. حاولنا، جيشنا حارب وانتصر وحقق إرادتنا ورجع أرضنا، لأن الكنانة لو ما كانش فيها سهام كان حيطبع فينا اللئام، لكن إحنا جيل حاول وانتصر. الجيل اللي قبلنا حقق حلمنا وأمننا، وإحنا بقى حلمنا إن البلد دي تبقى أحسن بلد في الدنيا كلها، والرزق يزيد وخيرها هيعم على الكل. وإحنا والله لنشيلها في عينينا ونبنيها بإيدينا ونفديها بروحنا كمان، ونحافظ على حاضرنا وحاضر الأجيال اللي جاية، ويبقى عندنا قناعة إن الطريق اللي أوله أمل آخره نور، والطريق اللي أوله يأس دايماً آخره خوف. الخوف ما نعرفوش، الخوف ما يعرفناش. ليه؟ لأن ولادنا وجيشنا اللي منه ولادنا هو اللي واقف في ظهرنا، هو اللي بيساندنا، هو اللي بيحمينا، هو اللي بيدافع عن كرامتنا. وشعب مصر طول عمره عايش بالأبل، وهيفضل شعارنا طول العمر: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وكل خطوة هنخطيها أو بنخطيها هتبدأ دايماً بسم الله، ودايماً راجعين منتصرين إن شاء الله. دايماً طريقنا يبدأ بسم الله، بسم الله.